السلام الله عليكم متابعي ومشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، اسعد الله يومكم بنور والبركات. مباشر جديد من الجماعه القرويه اشراف الدائره بجاد. كيف تلاحظوا المنطقه تعرف قله المياه او قله تساقطات المياه، الناس ما صابوش ما يشربوا، وكيف تلاحظوا المياه تضيع. كيف تلاحظوا متابعي ومشاهدينا الكرام، ونحن الان نبث لكم كما قلت هذا البث المباشر من الجماعه القرويه اشرافت. كيف تلاحظوا تساقطات قلة المياه، وكيف تلاحظوا الماء مازال تيضيع، مازال كيف تلاحظوا الماء تيضيع لمدة ديال ثلاثة الأيام والماء تيضيع. كيف تلاحظوا جوج قواطس، واش المسؤولين ما فروسهمش ولا شنو هادشي ما عرفتش. هذا نداء أوجه إلى المسؤولين على الجماعة القروية تشرفت، قائد الدائرة قائد قيادة وأعتذر الإخوان لأن قلة صبيب الانترنت تقطع لنا المباشر، ونحن الان كما قلت كما لاحظتوا على المباشر الماء باقي تيضيع، ما عرفناش المسؤولين في الجماعه القرويه ديال تشرفت واش فروسهم ولا ما فروسهمش. هنا نداء اوجهه الى رئيس الجماعه القرويه ديال تشرفت، الى قائد قياده الشكران، الى الناس ديال الدرك الملكي، لان ما لاحظنا اليوم هو انه يحز في النفس ان تتصب تبشي هباء منثورا. كما تلاحظوا وقناه شوف تي في توثق لكم بالصوت والصوره ما يقع في الجماعه القرويه تشرفت. كيف تلاحظوا متشابهين مشاهدينا الكرام، كيف تلاحظوا هنا انبوب ديال الماء الصالح للشرب تيدفق، ما عرفناش علاش، واش مسؤولين ما فروسهمش. كيف تلاحظوا الى حبط هنا انقطاع صبيب الانترنت. كيف تلاحظوا مكان ديال كب المياه او الماء الصالح للشرب تيكب في تيمشي هكاك باطل، وحنا المنطقه تتعرف قله المياه قله تساقطات، الناس ما صابوا تما يشربوا، وهنا كيف تلاحظوا في الجماعه القرويه الماء تيكب تيمشي هكاك تيمشي. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، وبعض الاهالي ديال الجماعه القرويه تشرفت، بعض الاهالي ديال الجامعه القرويه تشرفت منهم جريات الشكران، منهم الجماعات ديال الشكران اللي تيقلوا من الماء، كانوا داروا مسيرات حتى فيه تيتساقطوا فيه الماء تيمشي هباء منثورا. تنطلبوا من المسؤولين تكون واحد التفاتة لهذ البلاصه. كيف تلاحظوا متابعين مشاهدينا الكرام وقناه شوف تي في، تنقول لكم بالصوت والصوره اجواء ديال ضياع الماء الصالح للشرب، والمنطقه تتعرف قله تساقطات المطريه. المنطقه كما قلت متابعي مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، ونحن الان نقول لكم هذا البث المباشر من الجماعه القرويه الجماعه القرويه تشرفت اللي تتعرف واحد الانابيب ديال الماء الصالح للشرب. كما قلت متابعي مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، ونحن الان في سلسله مباشره التي نقوم بها لنقرب متابعي ديالنا عبر ربوع المملكه، ونحن الان نتواجد في الطريق الرابطه بين مدينه ابي الجعد والجماعه القرويه تشرفت. الجماعه القرويه تشرفت اللي بها احد الانابيب ديال الماء الصالح للشرب اللي تيضيعوا تيمشيو عا في النهار تيمشيو عا هكاك. نداء اوجهه الى جميع المسؤولين على الجماعه القرويه ديال تشرفت، من بينهم رئيس قياده تشرفت، قائد قياده الشكران، رئيس المجلس القروي ديال تشرفت، لان ما لاحظنا اليوم وما نقلته قناه شوف تي في فهو يحز في النفس، وان بعض الجماعات او بعض الدواوير منهم الشكران منهم جريات ايتبيهي ايتهم طاير الكل ما عندهمش الماء. وكما لاحظنا ونقلت قناه شوف تي في ان جوج انابيب ديال الماء في وسط الجماعه القرويه في الطريق الرابطه بين مدينه ابي الجعد وواتزم، جوج انابيب تيكبوا في النهار تيمشي داكشي هباء منثورا، ما عرفناش اشنو اللي كاين. ونداء كما قلت بصفتي كمراسل لقناه شوف تي في على اقليم خليبكا، وجه ندائي الى المسؤولين على الجماعه القرويه تشرفت، لعل الله وعسى تكون التفاته الى هاد الاماكن اللي فيهم هاد الانابيب تيكبوا في الطريق. وجدد الترحام من التحق بنا اللحظه متتبعي مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، ونحن الان في الطريق الرابطه بين مدينه ابي الجعد وتشرفت. كان لنا نقل مباشر لاحد الاماكن اللي فيها واحد الانابيب ديال الماء تيكبوا عير
فهباء منثورا نداء توجه الى المسؤولين على الجماعه القرويه تشرمت، لان ما نقلته قناه شوف تي في يحز في النفس ان المنطقه تعرف قله المياه، وان بعض الدواوير وبعض القبائل يقومون بمسيرات احتجاجيه على الماء الصالح للشرب. وكما لاحظنا ان بعض انابيب في الجماعه القرويه تكب الماء تيمشي هباء منثورا، ما عرفناش واش المسؤولين فروسهم ما فروسهمش. هذا نداء توجه لجميع المسؤولين على الجماعه القرويه تشرمت. خويا ادريس الله يهدي مخلق، غادي نقراو الكومونتيرات ديال الاخوان، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي تنقلوا لكم على الاجواء ديال بعض الانابيب ديال الماء الصالح للشرب. لجوج انابيب في المركز ديال الجماعه القرويه تشرفت اللي تيكبوا تيمشيو عفس وكاك تيمشي الماء تيضيع، ما عرفناش المسؤولين واش فروسهم ما فروسهمش. هذا نداء اوجهه الى جميع المسؤولين على الجماعه القرويه تشرفت، ما عرفناش الرئيس ديال الجماعه القرويه يدير واحد المراسله الناس ديال لونيب، عسى الله يجيو يصلحوا العطب، ما يبقاش لي ثلاثة أيام والماء تيضيع هباء منثورا، وحنا المنطقة تتعرف قلة التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة. طريق الرابطة بين مدينة أبي الجعد وواتزم في اتجاه مدينة أبي الجعد، مدينة أبي الجعد التي تشهد في الآونة الأخيرة موسم الوالي الصالح أبو عبيد الله الشرقي، هذا من أهم المواسم بالمنطقة أو بالمملكة، بعد موسم ولي عبد العمغار بالجديدة يأتي موسم ولي موسم أبو عبيد الشرقي أو مولاي عبد الله مولاي عبد الله الشرقي، هذا أحد أقطاب الزاوية الشرقاوية. كما لاحظتوا على العنوان على المباشر ان كان العنوان ديالنا هو الماء الصالح للشرب يصب في الهلاك. كما لاحظتوا على الجماعه القرويه تشرفت، تنتمنى من مسؤولين على الجماعه القرويه يجيو يشوفوا العطب فين كاين او يتواصلوا مع الناس ديال لونيب الناس ديال الماء الصالح للشرب، يجيو يشوفوا الماء فين تيضيع، اللي جوج انابيب تيكب الماء وكاك هباء منثورا. تنتمنى من المسؤولين على الجماعه القرويه تشرفت تكون واحد المراسله للمركز ديال الماء الصالح للشرب مدينه ابي الجعد، ويجيو يشوفوا العطب يصلحوه، لان ما لاحظناه وما نقلته قناه شوف تي في فهو شيء يحز في النفس، شيء لان المنطقه تعرف قله التساقطات، الناس ما صابوش الماء يشربوه الا وتنفاجئوا بان بعض الانابيب تيكبوا في الماء تيكبوا في مكان الماء تيمشي وكاك هباء منثورا، ما عرفناش واش مسؤولين فروسهم ولا ما فروسهمش. نداء تنوجهوه كمراسلين لقناه شوف تي في على المنطقه. مرحبا بجميع متتبعي ومشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في، دائما في السلسله المباشره التي نقوم بها الا نقرب متتبعين قناه شوف تي في عبر ربوع المملكه، قناه الشعب اللي تتقرب للمتتبعين ديالنا من بعض الاحداث بعض الحالات الانسانيه بعض المشاكل ديال الناس. وهنا كما قلت قناه شوف تي في ننقل لكم هذا البث المباشر من دائره ابي الجعد قياده جماعه تشرفت
اللي بها واحد الانابيب ديال الماء الصالح للشرب اللي تيكبوا عاد في الارض تيمشيو تيضيعوا. تنوجه نداء الى المسؤولين عسى ان يتنقلوا الى اي مكان، فهو في بالضبط في الجماعه القرويه تشرامت بالضبط عند القنطره الجديده. تنتمنوا منكم تمشيو تشوفوا لنا الانابيب اللي تيكبوا هباء منثورا، عسى ان تكون اصلاحات، ما يبقاش يضيع علينا ذاك الماء، ما يبقاش يمشي هكاك. تنترجاوكم تنطلبوكم ونداء وجهي بالخصوص الى رئيس الجماعه القرويه تشرامت، هو قال لي غيدير واحد المراسله، هو قال لي غادي يجي يشوف، لان المكان ديال اللي تيضيع فيه المكان في الجماعه ديالو. تنتمنى منك تكون واحد المراسله لاصحاب لونيب، لعل الله وعسى تجي وتشوفوا الماء الصالح للشرب فين، الماء الصالح للشرب فين تيضيع، فين تيمشي، تيمشي هكاك عاد تيضيع. جوج انابيب، واحد القادوس الكبير اللي جاي من السد ديال الزاويه، وواحد ديال لونيب. ونحن الان متتبعين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي في مدخل ارض الزاويه الشرقاويه، ارض مدينه ابي الجعد. كما قلت مدينه ابي الجعد بها واحد الموسم ديال التبورده، موسم ديال الوالي صالح ابو عبيد الله الشرقي، من اهم المواسم بالمملكه. بعد موسم مولاي عبد الله امغار بالجديده ياتي موسم ابو عبيد الشرقي، لكي تلاحظوا استعدادات جاريه عن قدم وساق للجماعه القرويه، للجماعه المحليه، جماعه مدينه ابي الجعد. كيف تلاحظوا الكل جند مجندون لانجاح هذا الموسم الثقافي الديني الرياضي، موسم اللي تيعرف كثافه ديال الفرسان ديال التبوريده. كيف تلاحظوا باشا مدينه ابي الجعد، خليفه الباشا ورئيس المجلس الجماعي، استعدادات جاريه عن قدم وساق لاحياء ولانجاح هذا العرس الثقافي الديني الرياضي. كيف تلاحظوا ونحن في مدخل مدينه ابي الجعد، مدينه الشرفاء، مدينه الزاويه الشرقاويه. ودائما في سلسله مباشره متتبعين مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، نقرب جميع متتبعين قناه شوف تيفي من اجواء. ونحن الان نتواجد في مدينه الشرفاء، مدينه الزاويه الشرقاويه. كيف تلاحظوا اجمل تمثال على مدخل المدينه، تمثال مكتوب بالخط العربي الاصيل ابي الجعد. كيف تلاحظوا شكرا لوراشه مدينه ابي الجعد على المجهودات الجباره لانجاح هذا العرس الرياضي الثقافي الديني، عرس ديال الموسم الوالي الصالح ابو عبيد الله الشرقي. كيف تلاحظوا الكل جند مجندون لاحياء هذا العرس. الى هنا متتبعين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي ننهيو المباشر ديالنا، فالى اللقاء الى مباشر لاحق.